طوفان الأقصى لم يكن بداية الأحداث فعليا، وكان نتيجة لسلسلة متعددة من الأحداث، وفعلا اقتطع المسجد الإبراهيمي فعليا إلى نصفين. الآن أصبح بالنسبة له العبادة في المسجد الأقصى حق. هذا الكلام يعني أنه سيطالب لاحقا، الهدف النهائي Ultimate Goal للحكومة الإسرائيلية هو أن يكون المسجد الأقصى مبارك لليهود وإقامة المعبد داخل المسجد الأقصى المبارك. المواطنون المقدسيون يحاول الاحتلال تفريغهم بالكامل من منطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك والأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك. كثير من العائلات الموجودة في مدينة القدس أصلها تركي أصلا، وليس فقط إرثا إسلاميا بل إرثا أيضا تركيا للأمة التركية، والأسوار العثمانية تشهد بذلك. لابد في البداية أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بطوفان الأقصى. طوفان الأقصى لم يكن بداية الأحداث فعليا، خاصة في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، وكان نتيجة لسلسلة متعددة من الأحداث، سواء على الأراضي الفلسطينية منذ 75 سنة عهد الاحتلال منذ عام 1948، أو إذا أردنا التركيز بالدرجة الأولى على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، فالموضوع يتعلق فعليا بسلسلة طويلة من الإجراءات التي كانت تقوم بها سلطات الاحتلال على مدار 55 سنة. الهدف الأساسي الذي كان واضحا ولم يكن مخفيا أبدا لدى سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك هو أنه يجب أن يكون المسجد الأقصى مبدئيا مقدسا مشتركا وليس للمسلمين فقط. يعني كانت سلطات الاحتلال تعمل على كسر الحصرية الإسلامية خلال 55 عاما ومحاولة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. طبعا الوضع القائم معناه بقاء الأمور على ما كانت عليه قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني قبل تاريخ 7/6/1967، وهو تاريخ احتلال المسجد الأقصى تحديدا. فبالتالي يفترض كان دائما أن السيادة تبقى للمسلمين فقط في المسجد الأقصى، وتحديدا دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وعملت سلطات الاحتلال خلال السنوات الطويلة على محاولة كسر هذه الحصرية وكسر هذه السيادة. طبعا البداية كانت في عام 1967 نفسه، عندما حاولت وزارة الأديان الإسرائيلية أن تقدم نفسها كبديل لدائرة الأوقاف، لولا أن علماء مدينة القدس رفضوا ذلك واجتمعوا وأسسوا الهيئة الإسلامية العليا في ذلك الوقت، فاضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع ورد إدارة المسجد الأقصى إلى الأوقاف الأردنية ودائرة الأوقاف الإسلامية، وبقيت الأمور على ما هي عليه. ولكن الآن ابتداء من عام 2003 بعد انتفاضة الأقصى، انتفاضة الأقصى بدأت في عام 2000، وحتى ذلك الوقت كان يمنع على المستوطنين دخول المسجد الأقصى المبارك بأي شكل من الأشكال، وفعليا أغلق المسجد الأقصى في وجه المستوطنين بشكل كامل ما بين عام 2000 و2003. قبل عام 2000 كان السياح يدخلون بترتيب من دائرة الأوقاف الإسلامية، وليس المستوطنين، أتكلم عن السياح غير المسلمين، ولكن بسبب ظروف الانتفاضة توقفت هذه الزيارات ابتداء من تاريخ 28/9/2000 عندما دخل أرييل شارون إلى المسجد الأقصى. ولكن في عام 2003 قررت سلطات الاحتلال أن تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى بإدخال غير المسلمين إلى الأقصى دون ترتيب ودون تنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية، بمعنى أنها بدأت تقدم نفسها على أنها هي المرجعية السيادية في المسجد الأقصى المبارك. ومن هنا بدأت المشكلة الكبرى في المسجد، وهي محاولة كسر الحصرية في السيادة على المسجد الأقصى المبارك ابتداء من عام 2003 عندما بدأت سلطات الاحتلال تدخل بين قوسين سياح ومعهم المستوطنون الذين يتبعون التيارات اليمينية المتدينة التي ترى أنه يجب أن تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتغير واقعه من خلال إقامة العبادات داخل المسجد الأقصى المبارك. الأحداث التي سبقت أحداث طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر كانت نتيجة فعليا لتغلغل الجماعات الدينية المتطرفة، اللي هم التيار الذي يسمي نفسه تيار الصهيونية الدينية، وهو للعلم الوريث الشرعي بين قوسين لتيار الكهاني، والتيار الكهاني مصنف إرهابيا على فكرة في دولة الاحتلال وحتى في الولايات المتحدة. ولكن هذا التيار نتج عنه ما يسمى الآن بتيار الصهيونية الدينية، وهو تيار يؤمن بأنه يقدم الرؤية الدينية المخالفة حتى لفتاوى الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال التي تمنع أصلا اليهود من دخول المسجد الأقصى المبارك بسبب فكرة عدم الطهارة الدينية فعليا عند، فتجاوز حتى هذه الفتاوى وأسسوا لأنفسهم مجلسا دينيا خاصا، وهذا المجلس الديني يتكون من حاخامات المستوطنات، وبدأوا فعليا يدخلون أنفسهم في حزب الليكود بالذات باعتباره هو الحزب الأقرب لهم، حتى تمكنوا ما بين عام 2013 و2015 من الدخول فعليا إلى داخل الكنيست من خلال حزب الليكود. لاحقا هذه الجماعات بدأت تقوي نفسها وبدأت تجعل لنفسها فعليا مكان ثابت على الأرض
بعد أن كانت جماعاتها هامشية فيما قبل عام 2013. ابتداء من عام 2015 بدأت تظهر قوتها باعتبارها أصبحت الآن جزءا مهما من المنظومة السياسية في الكنيسة الإسرائيلي، وتصاعدت بالتالي هذه القوة حتى أصبح لها مؤيدون داخل الحكومة الإسرائيلية. في ذلك الوقت لم يكونوا هم داخل الحكومة، على رأسهم طبعا المؤيدون لهم جلعاد أردان الذي أصبح الآن ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة. هذا الرجل في ذلك الوقت كان وزير الأمن القومي أو وزير الأمن الداخل الإسرائيلي، فأدخلهم فعليا في سلك الشرطة الإسرائيلية وبدأوا يتغلغلون بشكل أكبر حتى وصل الأمر إلى دخولهم الانتخابات منفردين، ونجاحهم في الحصول على 5 مقاعد فعليا في الانتخابات الأخيرة والتي سبقتها من خلال ما سمي التيار الصهيوني الدينية، الذي نتج عن تحالف شخصيتين مهمتين في هذا الموضوع، وهو إيتامار بن غفير وهو كهاني متعصب معروف، وبتسلائيل سموتريتش وهو زعيم تيار الصهيونية الدينية وهو أيضا شخصية كهانية متطرفة معروفة. هذان الشخصيتان الآن أدخلا تيار الصهيونية الدينية ليس فقط إلى الكنيسة، وإنما لأول مرة في حكومة نتنياهو الأخيرة أصبحوا هم الحكومة واستلموا منصبين من أهم المناصب، يعني منصب وزارة المالية يتحكم بالميزانيات بالكامل، ومنصب وزير الأمن القومي الذي يتحكم بجهاز الشرطة الإسرائيلية. من خلال ذلك تمكنا من فتح فعليا المجال داخل المسجد الأقصى المبارك للجماعات الدينية المرتبطة بهما، وهي ما تسمى بجماعات المعبد المتطرفة، التي بدأت تزيد من جرعة الوجود داخل المسجد وتصعيد وجودها داخل المسجد، ليس فقط من خلال المطالبة بالتقسيم زمانيا أو التقسيم مكانيا، وإنما بدأت تلجأ إلى نظرية جديدة ابتداء من عام 2019 قبل أحداث الكورونا، وهي إقامة كافة الطقوس الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك. وإقامة كافة الطقوس الدينية عنوانها الأساسي إقامة المعبد الثالث المتخيل فعليا عندهم معنويا في مقدمة لإقامته ماديا. هذه الأمور صارت الآن تتم بدعم حكومي كامل في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الشهور التي سبقت أحداث طوفان الأقصى شهدت عملية عاتية جدا من التغييرات الكاملة في المسجد الأقصى المبارك. يعني أضرب أمثلة، في شهر 9 الذي سبق أحداث طوفان الأقصى، سبق 7 أكتوبر، في شهر سبتمبر تحديدا في عيد رأس السنة العبرية لأول مرة نفخ البوق بشكل علني داخل المسجد الأقصى المبارك. نفخ البوق طبعا هذا كان ممنوعا، لكن في السنتين اللتين سبقتها لي سنة 2022 و2021 تم نفخه بطريقة مخفية سرية، ولم حتى يتم تغطيته، حتى منعت جماعات المعبد نفسها من تصوير الحدث، لكن بسبب قوتهم سمحت لهم الشرطة بنفخه، لأن الشرطة أصبح جزء من أعضائها أصلا، يعني هم أصلا أعضاء في هذه الجماعات. لكن لكي يخفوا الموضوع عن الحكومة ولا يروا أنفسهم أنهم أصبحوا الآن يعني قوة موجودة على الأرض بشكل كبير بحيث يلفتوا نظر العالم إليهم، أنه سمحوا لهم بنفخ البوق مرتين 2021 و2022 بشكل سري. 2023 بشهر 9 نفخ البوق بشكل علني وتم تصويره من قبل الشرطة الإسرائيلية نفسها ونشره في كل مكان. ثم بعد ذلك في عيد الغفران تم اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء كافة الطقوس الدينية المتعلقة بهذا العيد تقريبا داخل المسجد الأقصى المبارك بشكل علني، ووصلنا إلى الفترة التي كانت آخر يوم فيها طبعا هو بداية أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر، وهو عيد العرش، وهذا العيد يعتبر من أعياد مواسم الحج، وهذه المواسم هي المواسم الكبرى للاقتحامات التي ينبغي أن تتم داخل المسجد الأقصى المبارك حسب الرؤية الدينية لهذه الجماعات. ووصل الأمر بإدخال كافة الأدوات إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، ليس مجرد إقامة طقوس، وإنما إدخال أدوات، إدخال ما يسمى بثمار العرش وهي ما يسمى بالقرابين النباتية، إقامة كافة الطقوس الكاملة في المسجد الأقصى مبارك في ذلك الوقت، بما كان يعطي إشارة أنه لم يبقى شيء فعليا للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك إلا أن يتخذ قرار واحد فقط. وسبق ذلك بثلاثة أشهر تحديدا بشهر 6، يعني قبل شهر 9 بثلاث أشهر، أعلن لأول مرة مشروع قدم في الكنيسة من قبل أحد أعضاء حزب الليكود الذي يتبع طبعا بنيامين نتنياهو لتقسيم المسجد الأقصى المبارك على الأرض حقيقة بين المسلمين واليهود، بحيث يكون الجزء الجنوبي اللي هو فقط 30% من المسجد الأقصى يشمل الجامع القبلي والساحة التي حوله للمسلمين، وقبة الصخرة وكل الساحات الوسطى والشمالية أي 70% من مساحة المسجد الأقصى لليهود. بمعنى أنه طرح لأول مرة فكرة أن يكون المسجد الأقصى مقسوما 70% 30% لصالح اليهود فعليا بين المسلمين واليهود. وهذه خطورة الموضوع التي أدت في النهاية إلى عملية طوفان الأقصى. أحد أهم الأمثلة
التي يمكن استخلاص العبر منها فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك هو المسجد الإبراهيمي في الخليل. المسجد الإبراهيمي بعيد عن المسجد الأقصى 30 كيلومتر فقط، يعتبر المكان الذي دفن فيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إسحاق عليه الصلاة والسلام وزوجاتهما، وبعض الآراء تقول أيضا أن سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام على خلاف، لكن المهم أن هذا المكان فعليا يقع في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وهي منطقة محتلة حسب القانون الدولي أيضا، ولم تضمها دولة الاحتلال أساسا مثل ما فعلت بالقدس. فبالتالي العالم كله بما في سلطات الاحتلال تعترف بأن الخليل أصلا مدينة تحت الاحتلال. سلطات الاحتلال تعتبر أن منطقة المسجد الإبراهيمي في الخليل مكان مقدس، وبالتالي في عام 1967 بدأت الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة تطالب بالسماح لها بأداء طقوس خاصة داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل الذي هو مسجد، وفعلا سمحت لها الحكومات الإسرائيلية متعاقبة في ذلك الوقت بأداء صلواتها في داخل المسجد الإبراهيمي. مشت خطوة خطوة، عندما لم ترى ردود فعل كبيرة في العالم العربي والإسلامي تطور الموضوع عندها إلى أنها بدأت تطالب بتقسيم المسجد الإبراهيمي زمانيا، بمعنى أن يكون هناك أوقات للمسلمين وأوقات لليهود، وفعلا نجحت فعليا في الثمانينيات بتقسيم المسجد الإبراهيمي زمانيا، وصار هناك أوقات خاصة لليهود وأوقات خاصة للمسلمين. الأوقات تعني صلوات في أوقات محددة، لا يكون فيها صلاة المسلمين مثلا فترة الصباح على سبيل المثال، يصلي فيها اليهود في المسجد الإبراهيمي، وفي فترة الأعياد الدينية يسمح لليهود بالدخول إلى المسجد الإبراهيمي، والأعياد الدينية عندهم متعددة وليست فقط عيدين مثل حالة المسلمين. تصاعدت هذه الأحداث وفوجئ العالم كله بمجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل التي حدثت في عام 1994 في منتصف شهر رمضان المبارك، كما يعني لعل الناس تذكر، على يدي المتطرف باروخ جولدشتاين، وعلى فكرة هو صديق وبل أستاذ لإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الحالي الإسرائيلي. فباروخ جولدشتاين عندما ارتكب مجزرته الكبيرة في الركعة الأولى لصلاة الفجر في منتصف شهر رمضان قتل حوالي 32 فلسطيني في نفس اللحظة. بعد هذه الحادثة تشكلت لجنة لمتابعة ودراسة الحدث لتخلص أن النتيجة الأفضل فعليا بالنسبة للمسجد الإبراهيمي ليس معاقبة المستوطنين بمنعهم من دخول المسجد الإبراهيمي، وإنما بتقسيم المسجد الإبراهيمي نفسه مكانيا بين المسلمين واليهود. وفعلا اقتطع المسجد الإبراهيمي فعليا إلى نصفين، النصف مع المسلمين ونصفه الآخر أصبح كنيسا يهوديا. وطبق أيضا التقسيم الزمني في نفس الوقت، بمعنى أنه في الأعياد اليهودية كان المسجد الإبراهيمي لاحقا يغلق بالكامل ويصبح كنيسا، وفي الأعياد الإسلامية اليهود لا يدخلون إلى المسجد، يعني فقط عيد الفطر وعيد الأضحى لا يدخل اليهود إلى منطقة الكنيس بين قوسين، ويصلي المسلمون في كامل المسجد. طبعا لاحظ أن هناك عيدان للمسلمين لكن هناك أعياد متعددة لليهود، فبالتالي الغلبة في هذا الموضوع للمتطرفين للمستوطنين. فالأمر زاد عن حده وصارت السلطات الأمنية الإسرائيلية تغلق المسجد في وجه المسلمين فترات أكثر خلال انتفاضة الأقصى في عام 2000 حتى عام 2009 فترات متعددة بالحجة الأمنية. وفي الفترة التي كانت فيها تغلقه في وجه المسلمين بحجج أمنية، لم تنتهي إذن القضية بالتقسيم، بالحجج الأمنية هذه صار المسجد الإبراهيمي دائما في أغلب أوقات السنة مغلق في وجه المسلمين، وبما أنه مغلق كان يفتح بالكامل للمستوطنين لكي يصلوا فيه. وصل الأمر فعليا بعد أن سكت العالم الإسلامي عن هذا الحدث البشع الذي جرى في المسجد الإبراهيمي إلى أنه أعلن في عام 2009 صدر إعلان بشكل رسمي من الحكومة الإسرائيلية بأن المسجد الإبراهيمي جزء من التراث اليهودي. الآن التكييف القانوني لهذا الموضوع ما هو؟ أن المسجد الإبراهيمي أصبح منذ هذه اللحظة في عام 2009 كنيسا حسب التعريف القانوني الإسرائيلي يسمح للمسلمين بالصلاة فيه، بعد أن كان مسجدا يسمح لليهود بالصلاة فيه. فبالتالي هذا الكلام متخوف بشكل كبير جدا أن يحدث في الأقصى المبارك. لا يظن أحد أن المطالبات التي يدعيها بعض أقطاب اليمين الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من أنه المطلوب هو فقط المشاركة في المسجد الأقصى المبارك، لا يتخيل أحد أن هذه نهاية القصة. على سبيل المثال في عام 2015 بعد الهجوم على المسجد الأقصى المبارك حدثت انتفاضة السكاكين وتطورت الأمور وكادت تذهب إلى انتفاضة ثالثة، فجاء وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت جون كيري إلى المنطقة وعقد ما يسمي بالتفاهمات كيري. في تفاهمات كيري يعني أعلن جون كيري في ذلك الوقت أن المسلمين لهم حق الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وأعطى لأول مرة اليهود حقا، قال اليهود لهم حق الزيارة وليس الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الكلام للحقيقة هو مخالف للوضع القائم الستيتس كو،
لكنه مع ذلك وافق عليه بعض الأنظمة، للأسف وافقت عليه المؤسسات الرسمية العربية، على اعتبار أنه والله حق الزيارة أصلا يعني بالنهاية هي زيارة. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يسكت على ذلك، كانت في عام 2015 تتم زيارات للمسجد الأقصى، وكان يمنع عليهم أن يقوم بأي عبادات أو أي صلوات بأي شكل من الأشكال، حتى جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2019 وأعلنت أنه لا يوجد ما يمنع من الصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي انتقلنا إلى مرحلة الصلوات الصامتة دون أن يكون هناك رد فعل، ليأتي بعد ذلك الاحتلال الإسرائيلي ويعطي المساحة بشكل أوسع وأوسع لهؤلاء المستوطنين خلال عام 2021 بعد فتح المسجد الأقصى المبارك بعد كورونا، وفي عام 2022 ليفتح لهم المجال لأداء الصلوات بشكل أوسع، ليأتي عام 2023 قبل أحداث طوفان الأقصى مباشرة ويعلن أن اليهود لهم حق العبادة بالكامل في المسجد الأقصى المبارك، بمعنى أنه لم يسكت على تفاهمات كيري ولم يكتفي بالله بحق الزيارة، الآن أصبح بالنسبة له العبادة في المسجد الأقصى حق. هذا الكلام يعني أنه سيطالب لاحقا لأول مرة في شهر 6 2023، طالب باقتطاع جزء من المسجد الأقصى المبارك لصالح اليهود بشكل دائم. لو تم هذا الموضوع فلا يظن أحد أنه حتى في تلك اللحظة سينتهي، سيعلن في النهاية أن المسجد الأقصى المبارك كنيس وسيمنع المسلمين نهائيا منه، لأنه الهدف النهائي ultimate goal المعلن بشكل كامل للحكومة الإسرائيلية هو أن يكون المسجد الأقصى المبارك لليهود وإقامة المعبد داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا الشيء ليس مخفيا، الاحتلال الإسرائيلي لا يخفيه، ولا يظن أحد أن والله اليمين الإسرائيلي فقط هو الذي يتكلم عنه، لا، اليمين واليسار يتكلم عنه، بدليل بعض العمليات التي يعني يتابعها ما يسمى بالتيار اليميني المتطرف لتيار الصهيونية الدينية، قصة البقرة الحمراء على سبيل المثال التي يجب أن تذبح لكي يتم إدخال جميع اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك. دخلت هذه البقرات التي تم استيلادها في تكساس في الولايات المتحدة 5 بقرات لأجل موضوع هذه الخرافة الدينية، فهذه الأسطورة لأجل تنفيذها دخلت هذه البقرات في عهد حكومة اليسار الإسرائيلية ليس في عهد حكومة نتنياهو، وتم تجاوز القوانين كاملة في كيفية إدخالها حتى لا يوضع عليها أي إشارات، لأنه من الناحية الدينية ممنوع أن توضع عليها أي إشارات. التيار اليميني الديني هو الذي استقدم هذه البقرات الحمراء، لكن الذي كان على رأس السلطة وسهل أمور دخولها هو التيار اليساري الذي يعتبره بعض الأنظمة في العالم العربي والإسلامي يعتبرون أنه هو الذي يمكن أن يكون تفاهم معه ويمكن أن يكون حليفة. فهذا الكلام يدل على أنه موضوع المسجد الأقصى المبارك متفق عليه بين الجميع بين اليمين واليسار، ولذلك فإن ما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل يمكن أن يجري في المسجد الأقصى المبارك إن لم تنتبه الأنظمة والمؤسسات والشعوب الإسلامية فعليا لما يجري وحقيقة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، ولا تستهين بأي خطوة يقوم بها الاحتلال في هذا الموضوع. وهنا منبع الخطورة الأساسي، المواطنون المقدسيون يحاول الاحتلال تفريغهم بالكامل من منطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك والأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى حتى الآن بعد 55 سنة من الاحتلال ما زال محاطا بسوار يحميه من المواطنين المقدسيين. المقدسيون ما زالوا يشكلون الغالبية العظمى من السكان في شرق مدينة القدس التي تم احتلالها في عام 67، وخاصة الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى، البلدة القديمة 35 ألف نسمة منهم 30 ألف مسلم فعليا ما زالوا موجودين حول المسجد الأقصى. الأحياء الأقرب إلى المسجد الأقصى المبارك، حي الشيخ جراح ما زال حيا يسكنه المسلمون، حي الطور في الجهة الشرقية أيضا يسكنه المسلمون، حي سلوان وجبل المكبر والثوري وصور باهر كلها أيضا أحياء يسكنها المسلمون. فالمسلمون هم الذين يشكلون الآن الغالبية العظمى من السكان المحيطين بالمسجد الأقصى المبارك، وبالتالي الاحتلال يعلم أنه لن ينجح في تغيير هوية المسجد حتى يفرغ السكان من المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك وبشرق مدينة القدس. ولذلك تعمل سلطات الاحتلال على محاولة فرض وجودها وفرض المستوطنين فعليا بكميات كبيرة في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك. حي الشيخ جراح على سبيل المثال هو الحي الذي يصل ما بين المسجد الأقصى المبارك من ناحية الجنوب والأحياء الشمالية في المدينة المقدسة، مثل حي العيسوية أهم هذه الأحياء، وحي شعفات وغيره من الأحياء، بيت حنين على سبيل المثال وغيره. فبالتالي كان هناك استهداف خاص مثلا في عام 2021 لحي الشيخ جراح لأنه الأقرب إلى منطقة المسجد الأقصى من ناحية الشمال. أيضا هناك استهداف
من ناحية الجنوب لحي سلوان وتحديدا منطقة وسط سلوان حي البستان، لأنها الأقرب إلى منطقة المسجد الأقصى المبارك من ناحية الجنوب. إذن المقصود الأساسي بتفريغ المنطقة هذه هي المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه وإحاطته بسوار من المستوطنين بحيث ينفصل تماما عن محيطه الفلسطيني بالأحياء الفلسطينية المختلفة في شرق مدينة القدس. وهنا منبع خطورة ما يجري من تفريغ لأحياء مدينة القدس، وليس فقط تفريغ المدينة بشكل عام، وإنما المقصود بها المركز الأساسي وهو المسجد الأقصى المبارك. مخطئ من يظن أن المسلمين فقط هم المستهدفون في مدينة القدس، المسيحيون أيضا مستهدفون في مدينة القدس. المسيحيون يشكلون فعليا كمية، من ناحية النسبة هم نسبتهم قليلة إلى حد ما، يعني 12% تقريبا من السكان، ولكن في داخل البلدة القديمة ربع البلدة القديمة 25% منها، البلدة القديمة أي المنطقة المصورة من مدينة القدس اللي هي حوالي 1 كيلومتر مربع، ربع هذه البلدة القديمة الأقرب إلى المنطقة المقدسات العامة الأساسية تعتبر أوقافا مسيحية. وبالتالي المسيحيون في مدينة القدس وفيما حولها خاصة بيت لحم على سبيل المثال يعانون مثل ما يعاني المسلمين تماما من الاحتلال. الكنيسة الأكبر فعليا في المدينة المقدسة هي الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الأرثوذكسية هي كنيسة عربية معروفة تسيطر عليها فعليا سلطات الاحتلال من خلال تحالفها مع في السيطرة على مناطق خاصة، وتحاول السيطرة على أوقاف المسيحيين الأرثوذكس في مدينة القدس. وهناك عدة قصص في هذا الموضوع، وربما من أشهر الأحداث عندما يعني تم إسقاط رأس الكنيسة الأرثوذكسية اليوناني وأتى شخص آخر، يعني البابا إيرينيوس يعني تم إسقاطه في فترة معينة عندما حدثت تقريبا شبه انتفاضة للمسيحيين الفلسطينيين في المدينة المقدسة. الأوقاف المسيحية والأحياء المسيحية والمسيحيون بشكل عام يعانون مثل ما يعاني المسلمين في مثلا عدم السماح لهم بالوصول إلى أماكنه المقدسة. المسيحي الموجود في بيت لحم بعيد عن القدس حوالي فقط 12 أو 15 كيلومتر لا يستطيع الوصول مثلا إلى كنيسة القيامة اللي هي أهم كنائس المسيحيين فعليا. عندما تغلق مدينة بيت لحم مثلا لأنها في الضفة الغربية في أعياد الميلاد في وجه المسيحيين بشكل عام من مختلف الأراضي الفلسطينية، هذا الكلام أيضا يعتبر اعتداء دينيا على حقوقهم الدينية. في نفس الوقت محاولة السيطرة على الأوقاف المسيحية وهي أوقاف كبيرة وكثيرة جدا وأيضا اعتداء على المسيحيين بشكل كامل. ولذلك لا يظن أحد من المسيحيين يعيشون والله في راحة وفي أمان، بالعكس الاحتلال الإسرائيلي يهاجمهم بشكل كامل. وآخر أحداث رأيناها قبل عدة أيام في عيد الفصح فعليا عندما تم اعتقال عدد من المسيحيين لمنعهم من أداء طقوسهم بحرية عند كنيسة القيامة في أثناء عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية. وبالتالي نحن نستطيع هنا أن نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي لا يوفر جهدا في مهاجمة كل من هو لا يرتبط بالمشروع الإسرائيلي سواء من المسلمين أو من المسيحيين. طبعا حتى على فكرة المسيحيون في الشوارع يعانون أنه هناك مجموعات من المتدينين المستوطنين ترى أنه من الواجب بين قوسين الديني عليها أنه كلما مر أمام كنيسة يجب أن يبصق، ويجب أن يبصق على المسيحيين في الطريق. فتخيل نفسك أنت وأنت تتعبد وأنت تسير في طريق الألام وهو طريق الحج المسيحي، يأتيك بعض المستوطنين ويبصقون عليك في أثناء الطريق ويشتمونك ويصرخون في وجهك، شيء يعني مؤلم جدا ومزعج جدا ويجعل الإنسان لا يشعر بالأمان لأنه هناك اعتداءات دائمة. إضافة إلى ذلك هناك اعتداءات حتى على الكنائس الموجودة في المدينة المقدسة وأيضا خارج المدينة المقدسة خاصة في القرى المهجرة المناطق التي احتلت عام 48 غرب مدينة القدس. أغلب الكنائس التي يعني تقع في تلك المناطق هي كنائس كثير منها مهجر، سكانها مهجرون، وكثير منها يتم رسم شعارات معادية للمسيحية فعليا ومعادية تشتم السيد المسيح عليه الصلاة والسلام والسيدة مريم ومعادية فعليا للدين المسيحي من قبل الجماعات الدينية المتطرفة. فيما يتعلق بالعلاقة التركية المقدسية بالتحديد من مدينة القدس ينبغي أن نفهم هناك عدة نقاط. آخر راية مسلمة حكمت مدينة القدس قبل أن تقع تحت الاحتلال البريطاني كان العلم التركي. الفلسطينيون في مدينة القدس يعتبرون أن العلم التركي أيضا يعتبر علمهم لأنه هو آخر علم رفع على أسوار مدينة القدس قبل أن يأتي البريطانيون ويغيروا كل شيء ويسلموا فلسطين كلها للعصابات الصهيونية. بالتالي العلاقة هذه علاقة عتيقة وقديمة جدا، وكثير من العائلات الموجودة في مدينة القدس أصلها تركي أصلا، وهناك كثير من الزوايا على فكرة
تركيا المعروفة بين الطوائف الموجودة، الطوائف الصوفية على سبيل المثال الموجودة في تركيا، ما زال لها وجود فعليا في مدينة القدس. على سبيل المثال واحد من أقرب المساجد إلى المسجد الأقصى المبارك في الشمال هو زاوية مسجد الزاوية النقشبندية على سبيل المثال، ويأتيه الأتراك على فكرة دائما ويصلون فيه ويقيمون الشعائر في داخله. هذا مثال واحد على كثير من الأمثلة الأخرى. هناك آثار ما زالت ترتبط بالذهن الفلسطيني المقدسي بتركيا والأتراك. واحد من أشهرها وأهمها على الإطلاق خارج المسجد الأقصى المبارك عند باب القطنين إلى الشمال، هناك تكية خاصك سلطان، تكية خاصك سلطان التي بنتها زوجة السلطان سليمان القانوني حرم سلطان، هي مدفونة هنا وتكيتها ما زالت تعمل منذ 500 سنة إلى اليوم في مدينة القدس وتوزع الطعام مجانا في المدينة المقدسة. غالبية الأوقاف الموجودة في مدينة القدس مسجلة في الأرشيف العثماني. في مدينة القدس عندما يكون هناك أي صراع على عقار وعلى وقفية معينة، الفيصل فيها يكون الأرشيف العثماني، وهذا الأمر رأيناه في أكثر من حالة على فكرة، خاصة في حي الشيخ جراح كان هناك تركيز كبير جدا على البحث في الأرشيف العثماني هنا في إسطنبول لأجل دراسة ما يتعلق بهذه المنطقة وكيفية إثبات الحقوق. لذلك حتى الوثائق الموجودة في تركيا، الوثائق العثمانية تعتبر إلى الآن المرجع الأساسي في إثبات الملكيات في مدينة القدس. هذا الكلام يبين أن الارتباط التركي المقدسي ليس ارتباطا تعاطفيا أو من بعيد أو تعاونيا، لا، هو ارتباط عضوي كامل، لأنه فعليا كانت القدس مرتبطة في العهد العثماني مباشرة بالأستانة، مرتبطة مباشرة بالباب العالي، كانت يعني تدار مباشرة من إسطنبول وليس من خلال ولاية دمشق، لأنها ربطت متصرفية القدس في فترة معينة، ربطت مباشرة في نهاية العهد العثماني بإسطنبول للحفاظ عليها بعد أن اكتشف العثمانيون التركيز الأوروبي فعليا على محاولة انتزاع مدينة القدس من جسد الدولة العثمانية، وخاصة مع ظهور الأطماع الصهيونية في فلسطين. بالتالي منطقة القدس وما حولها كانت دائما مرتبطة، خاصة في نهاية العهد العثماني، يعني في آخر تقريبا 80 سنة قبل أن يتم احتلال فلسطين وإخراج الدولة العثمانية منها، كانت مربوطة مباشرة بالباب العالي وتدار من إسطنبول شؤونها كاملة. ولذلك هذا الكلام يرتب على الحكومة التركية وعلى الشعب التركي مسؤولية خاصة. لماذا؟ لأن القدس هي ميراث الأمة هنا، هي ميراث الدولة هنا، وبالتالي كونها سقطت من يد الدولة العثمانية لأول مرة بعد تحريرها من الاحتلال الفرنجي قبل 800 سنة على يد صلاح الدين يرتب مسؤولية مضاعفة على الحكومة هنا للحفاظ على الإرث العثماني والإرث التركي الموجود في المدينة المقدسة. كثير من العائلات الفلسطينية في مدينة القدس أصولها تركية، وكثير من العائلات الموجودة فعليا ومعروفة في مدينة القدس عندما تبحث في أصولهم تجد أن أصولهم أصلا من الموظفين العثمانيين الأتراك الذين كانوا يأتون من الأناضول ويدفنون في مدينة القدس لأنهم كانوا يعملون في المدينة المقدسة. حتى إنه يوجد في المقابل يوجد بعض الناس من القدس، بعض العلماء مثل قاضي عسكر الأناضول في فترة معينة كان من مدينة القدس وانتقل للعمل في الأناضول ودفن في أسكدار. بالتالي نستطيع أن نرى هذه العلاقة القديمة والعريقة جدا التي ترتب على الحكومة دورا كبيرا جدا في الدفاع عن المدينة المقدسة باعتبارها إرثا تركيا وليس فقط إرثا إسلاميا، بل إرثا أيضا تركيا للأمة التركية لأنها هي المسؤولة عنه بالدرجة الأولى، والأسوار العثمانية تشهد بذلك. وفي نفس الوقت لأن الدولة العثمانية كانت آخر دولة تحكم هذه المنطقة، والشعب التركي ارتباطه الأساسي العاطفي والديني بمدينة القدس كان ارتباطا قديما جدا وعريقا جدا، خاصة أن العثمانيين هم أول من ربط مدينة القدس بإسطنبول بخط سكة الحديد المعروف بخط سكة الحديد الحجازي الذي ارتبط حتى وصل إلى المدينة المنورة، وكان يفترض أن يصل إلى مكة المكرمة لولا الأحداث التالية في ذلك الوقت. وبالتالي هذه رسالة إلى أهلنا في تركيا أن يعرفوا حقيقة دورهم في مدينة القدس، وأن مدينة القدس هي مسؤولية تركية مثل ما هي مسؤولية فلسطينية ومثل ما هي مسؤولية إسلامية عامة. تركيا بالذات هي أول دولة إسلامية ينبغي أن يكون لها تركيز خاص على المدينة المقدسة لأنها ميراث العثمانيين وميراث الأتراك بشكل أساسي.